المعبد الكمبودي كان رائع جدا عملية التعايش مع الخشب. أول معبد أزوره بحياتي نجد فيه فعلا الطاقم الديني أو المعبد الديني نفسه متعايش مع خامة الخشب بكل طبيعية وبكل أريحية، وترك للخشب أن يبرز وجوده حتى في أماكنهم الدينية، مش كحاجة مصنعة أو أخذت قطعة من الطبيعة ووجهت إلى المعبد، لا، كان فعلا الخشب هو من أظهر هيئته في ذلك المعبد، فكان ملوكان هو جزء متجانس من هذه الحياة الدينية. اللقاء هذا تميز بأمانة، الكمبوديا لديها خشب رائع جدا جدا، فيه كثير من التفاصيل، كثير من الألوان الرائعة اللي من خلالها فعلا استطعنا أن نوصل لأفكار متنوعة. كثير من العرب، كثير من الفنانين العالمين اتجه أنه يترك روح الخشب موجودة كما هي، فلهذا نجد في أغلب المنحوتات يوجد مساحات مفتوحة بدون تفاصيل، بدون أي ملمس بشري حتى لو كان نحات، بحيث أنه يظهر حس الخشب الموجود. الخشب نفعي يستفيد منه الإنسان في حياته، ففكرة عملنا هي مزج ومحاولة التعبير بين مفهومي الخشب والحياة من خلال توظيف مجموعة من العناصر، توظيف مجموعة من المفردات الشكلية، سواء كان ارتباط بالبيئة نحن كعمانيين اللي هي استخدام بعض العناصر من الموروث العماني، أو استخدام عنصر الخشب في انسيابيته في حركة الجذوع في حركة الأغصان، مع توظيف الكتابة كمفردة توثق وتعمق الموضوع بشكل أكبر. الأثر هذا من الأثر اللي شفناه في دولة كمبوديا من خلال وجود المعابد والتي فعلا يعني في علاقة وثيقة جدا بين الخشب والموروث الحضاري الديني الموجود في 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 النيبال. حاولنا أن نعبر عنه من خلال هذا الأثر اللي يربط ما بين ورقة النبات المتساقط وما بين العلاقة في الجذور والتعاشق بين الحجر والجذور في 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 في, في دولة النيبال. الحوارية هذا من خلال توظيف مجموعة من الفردات الشكلية سواء كانت من الموروث العماني أو من دولة النيبال أو من الفكر العام لأهمية الخشب بالنسبة للإنسان. All the colleagues joining this symposium and my friend from Oman, we see the wood is alive. No life without wood. To get everything, to get wood, to burn, to cook, to do everything. See the life is run from the leaves to the roof. Sometimes the leaves get down, the summer come, the winter come, we are going to grow, to leave this world. Thanks everybody for joining us.